طيب خليني انتقل لملف الشائعات اللي احنا عايشين بيه، يعني احنا طول الوقت عايشين بشائعات. بعض المواقع الالكترونيه تداولت على صفحتها والتواصل الاجتماعي انباء عن اعتزام الحكومه خفض مخصصات الدعم والحمايه الاجتماعيه في الموازنه العامه الجديده 2022-2023 تزامنا مع تنفيذ المرحله الثانيه من برنامج الاصلاح الاقتصادي. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لخفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022-2023 تزامنا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي. شددت الوزارة على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022-2023، حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة تصل إلى 10.9% لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022-2023 مقارنة ب 321 مليار جنيه في موازنة 2021-2022. كما تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020-2021 مقارنة ب 200 مليار جنيه في عام 2015-2016. اسمح لي، أنا شايفة أن هذه الشائعة يعني اللي أطلقها أو من يطلقها شوية غير متابع، مش عايزة أقول لفظ أنه هو مغيب، يعني ليه؟ لأنه لما بنشوف مناقشة الموازنة الجديدة اللي كانت في مجلس النواب، نسبة الدعم المخصصة في الموازنة قد إيه؟ يعني أنت معنى كده أن أنت مش متابع قبل ما تطلع الشائعة دي، يعني بالعكس الدولة بتزود في مخصصات الدعم خاصة في ظل الظروف اللي موجودة فيها، بغض النظر عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أو لا. خلينا أرد عليك في جزئيتين. الجزء الأولاني فكرة الشائعة. الشائعات هي التطور الطبيعي لأي نجاح بيحصل، سواء للإنسان، سواء للمجتمع، سواء للحكومة، سواء لأي حد. أنت وانس أن أنت بتعمل خطوات في حياتك، أو الحكومة بتعمل حاجة جادة في حياتها، أو أدائك محقق رد فعل كويس عند الناس، لازم يقابل ده أنك أنت تكون في شائعات. ففكرة أن تكون موجودة شائعات ده أمر طبيعي يعني أمر طبيعي بالكترة دي. طبيعي طول ما انت شغال وطول ما انت عندك آليات بتواجه بيها المشاكل المحيطة، لازم هيصحب ده شائعات. وهتركزي دايما هتلاقي الشائعات بتمشي على الوتر الحساس للناس، يتكلموا عن ان مفيش دعم للناس، ان هيلغوا مش عارف ايه، ان هيعلوا اسعار مش عارف ايه، ان اللي هيجيب اولاد هيعملوا فيه ايه، العنصر اللي ممكن ياكل مع الناس. ففكرة الشائعات هي امر طبيعي وتطور طبيعي حتى في حياة الانسان، مش حياة حكومة او حياة حاجة. انت ناجح انت عندك شائعة، فده تطور طبيعي لاي نجاح. الجزء الشائعات الدولة المصرية إلى قدر ما مجلس الوزراء بيتعامل مع الشائعات بشكل فيه إلى حد ما شكل حرفي، بمجرد ما بيرصد من على موقع التواصل الاجتماعي شائعة ما بيرصدها وبيقول يا جماعة إن في شائعة كذا، والرد عليها 1 2 3 4 وبيتناولها وسائل الإعلام. فإحنا دلوقتي عندنا جزء في التعامل مع الشائعات، أعتقد إن هو يعني قدر كويس جدا في التعامل مع ملف الشائعات. نرجع للنقطة اللي حضرتك بتتكلمي فيها، هي فكرة الدعم والحماية الاجتماعية. الناس لو جت تابعت المؤتمر بتاع رئيس الوزراء اللي كان فيه، الراجل قال ان احنا عندنا 4 محاور رئيسية هتشتغل عليها الحكومة المصرية بعد تكليف وتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليها خلال الفترة الجاية. الراجل اتكلم عن فكرة دعم القطاع الخاص، توطين الصناعات، خفض الدين العام. المبدأ الرابع اللي كان بيتكلم فيها فكرة مراعاة البعد الاجتماعي، وان احنا محدود الدخل وسط الأزمة الطاحنة اللي بيمر بها العالم، لازم النهاردة أكون موفر للناس دي حماية اجتماعية ما تأثرش عليهم قدر الإمكان. يعني إذا كانت الدول العالم كله بيتعرض لضغطة، فالضغطة دي بتنعكس على الدول، الضغطة اللي في الدول بتنعكس على المواطنين. الدولة حاطة في حساباتها في الفترة الجاية في آليات تعاملها مع الأزمة العالمية إنها تراعي الناس محدودة الدخل. محدود الدخل الدولة حطهم مش من دلوقتي، حطهم من قبل حتى الأزمة. احنا شفنا كتير مبادرات رئاسية عملت في قطاع الصحة، شفنا تكافل وكرامة معمول
ازاي؟ شفنا العديد من الحاجات اللي كانت بتوفر جدا 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 للناس. مع فاكتر حاجه بصراحه بسطتني كان في المؤتمر الاقتصادي انك انت وسط الازمه اللي انت بتتكلم فيها، وسط الضغط اللي معمول، ممكن النهارده ده ازمه عالميه ما بترحمش وكله بيدوق من الكاس بتاعها. فكره ان انت حاطط في حساباتك انك انت وانت بتواجه الازمه دي لازم هيكون عندك مراعاه للبعد الاجتماعي، ولازم تحافظ على ما قدمته قبل كده للناس دي، وانك انت تكون عندك اليات واطروحات تقدر فيها انك انت تخفف من الحده ديت بشكل ان هو تعمل لهم عازل قدر المستطاع من التاثر اللي هيكون موجود. ده في حد ذاته انجاز. صحيح صحيح. لا هو انجاز صحيح يعني، ودوله مهتمه بهذا الملف بشكل كبير وعلى الارض، احنا شايفينه على الارض. حقيقي.